تفضل هناك استاذ. صار كلام واحد على موضوع يعني السالم والوائلية، وصار الشكاوى هواية بشكل لا معنى. تجينا حتى نشوف هنا منعكم نسمع نشوف الخطاب. احنا حاليا التعليمات حازمه جدا يعني صارمه، حبه عدس تنرفض، حبه سيسي تنرفض، ما بها اي نسبه. قلنا اول 100 سياره نضمن هذولا جايين قبل موسم التسوير، السيارات اللي هم جايين مو باسم تاجر، جايين باسم مزارع من ضمن القاطع. الامن الوطني شو دوره؟ احنا بناء على التوجيهات متواجدين في سائل الوائلية. ابتداء احنا طلعنا على عملية تنظيم الآلية، تنظيم ودخول العجلات والإخوان بالأمن الوطني موجود، وأكون هناك مسيطر، ما شفنا أي خلل بالموضوع. وأيضا التقينا بعدد من السواق. الموضوع الآخر، احنا حاليا احنا في مختبر الفحص الخاص بفحص المنتوج، وحقيقة الإجراءات اللي موجودة هي إجراءات سليمة جدا، ومثل ما أكدت وفق المواصفات، حتى مو عراق انما هي عالميه. الاجهزه الموجوده اجهزه كلها تشتغل، والاخوان يعملون بجيد، وحتى يعني يبذلون جهد ما يقارب باليوم يفحصون الى 90 او اكثر من 90 يعني عجله، وهذا جهد يعني مو بسيط حقيقه. صار هناك بعض الاشكاليات، ظهرت مشكله وجود مادة العدس يعني المشتبه بها في المحصول، وأدى إلى رفض بعض العجلات. من خلال استماعنا والكلام اللي انطرح، سبب هذا اللي هو سبب البذور يعني ما يتحمل مسؤولية الفلاح، فطلعت بعض المواد الإضافية مثل العدس مع وكان أكو إشكال ما يسمى بالبوقية وغيرها، أكو إشكال بين المادتين. الموضوع انطرح على ممثل مكتب سيد الشراء بكتاب من المحافظة، حتى لا تنظلم الإخوان الفلاحين اللي زرعوا، والسبب حسب ما قاله هو بالبذور. فكتبنا كتاب البارحة إلى الجهات المعنية، وإن شاء الله إذا وافقوا العجلات اللي رفضت اللي كان بها يعني نسبية قليلة من ما بالعدس او الاشكال بينها عدس وبوق، ان شاء الله راح تنحل مشكلتها. ان شاء الله بالعام القادم راح يتم نقترح ان يتم اخذ عينه من بعض الاراضي وتصور وتفحص، اذا كانت موجوده هذه فمعناتها اذا ماكو فد خلل بالموضوع هو السبب يعني بالبذور، وايضا لازم تعالج مشكله البذور. ايضا احنا اقترحنا ان تاخذ نسبه من البذور اللي وزعت حتى تفحص، لأن يقال أنه السبب في البذور. أيضا حتى مشكلة العجلات اللي صار عليها إشكال اللي كانت جاية يعني قبل موسم الحصاد، كان أكو مشكلة وبعض سوء الفهم، يعني بعض ربما بعض الفلاحين ما مخبرين بشكل صحيح عن موضع موعد الحصاد للشعبة الزراعية، وصار خلل في الموضوع. احنا ما نريد شخص ينظلم، إن شاء الله راح ندقق بالموضوع وراح نبلغ المحافظة حتى أيضا نرفع إذا صار يعني ظلم وحيف للسواق أو لأحد، وإذا أكو شخص كان مخالف هو يتحمل يعني موضوع الخطأ مالته. خلي كل العلم يعني هذا المحصول بعد ما يستلم هناك عليه فحصين آخران، يعني راح تجي لجان بعد ما يستلم من بغداد وتفحص، ولجنة بعدها. هاي الإجراءات اللي وضعتها الدولة كلها لضمان سلامة المحصول، وأيضا هو هذا التفكير في سلامة المواطن وأن يوصل له منتوج جيد ما به أي ضرر عليه. نرحب بزيارة السيد اللواء الركن عبد الخالق الخيكاني إلى سائل الوائلية. الغالية من الزيارة الاطلاع على المشاكل الموجودة فيما يخص البذار الاستلام ووجود مادة العدس والكشون البيكيا التسمية العلمية.
وتم الاطلاع على نماذج من هذه المادة والمشكلة التي يعانيها الإخوة المزارعين من هذه المادة والرفض الكبير الذي يحصل للمحصول بسبب هذه المادة. وعد سيادته بأن يتم نقل الصورة كاملة والالتقاء مع المسؤولين في المحافظة بخصوص هذا الموضوع بالسيد مدير تجارة الحبوب وبالسيد مدير زراعة نينوى، وإن شاء الله سيتخذ الإجراء اللازم عن قريب وسيتم معالجة هذه الإشكالية وهذا الموضوع.